اهلا بيكم من جديد. وصلنا لاخر فقره من فقرات برنامجنا، فقره سهم وقوس، واللي منورنا فيها النهارده الناقد والمؤرخ الرياضي المميز استاذ اسلام جمال. يعني برحب بيكم، منورني النهارده في اهلا نهار بيكي، ابيض. نور نورك وربنا يخليكي، ومتشكر جدا على الاطلاله الجميله دي. ربنا يخليك. ربنا يخليك، يعني منورين بتبسط لحضرتك الزمالك موجود. منوره. ربنا يخليك. يعني في البدايه، بما ان حضرتك معانا كده النهارده، خليني اتكلم معاك واسالك. احنا خلاص في انطلاقه جديده ان شاء الله للدوري، ان شاء الله خلاص خلال ساعات، يعني 96 ساعه تقريبا ان شاء الله. عايزاك كده تكلمنا بقى عن تاريخ الدوري ده في مصر. تاريخ الدوري، يعني نتكلم على تاريخ الزمالك. ماشي، يا ريت. في الدوري ان شاء الله نحو اللقب ال 15 ان شاء الله. طبعا الزمالك واخد 14 لقب، الكل عارف ده. بس الزمالك دايما بنقول ان هو صاحب النظريه، دايما بنقول ان هو وضع النظريه، دايما بنقول ان هو كتب التاريخ، وبعد كده اللي جم مشوا عليه كملوا. وده فضل يعني نادي الزمالك على الرياضه المصريه والانديه المصريه بابنائه وبريادته في انشاء لفكره الدوري المصري. الزمالك هو صاحب فكره الدوري المصري عن طريق الكابتن الدكتور سريعا يعني محمود بدر الدين. الكابتن الدكتور محمود بدر الدين ده لعيب في نادي الزمالك في الثلاثينات، واعتزل بدري بسبب الاصابه، وكان محاضر في كليه فنون تطبيقيه، بس عشان حبه وشغفه بالكوره ترك الاستاذه وترك الفنون التطبيقيه وتدريسه في الجامعه واتجه للكوره. هو صاحب فكره انشاء الدوري المصري، هو كان مدير، بعد كده بقى مدير اتحاد الكوره، ويمكن هو مدير اتحاد الكوره ارسل خطاب للجنه الاولمبيه المصريه اللي وقتها كانت بتصرف على الاتحادات، لان كان وقتها الدعم بسيط جدا وزهيد جدا، نتكلم في اول 30 40 سنه من القرن الماضي، من القرن العشرين. فقال لهم لا، ما تصرفوش علينا، متشكرين جدا، احنا مش محتاجين، اتحاد الكوره المصري قادر يصرف على نفسه. هنا بقى فكره الماركتنج اللي بتتعمل دلوقتي من سبونسر والرعاه والدعايه، هو عاملها من الرعيل الاول. تمام، هو الحب وشغفه بالكوره، هو اذاعي، اشتغل بالتحكيم فتره، وبعد كده اتجه لمجال الاذاعه، وهو اول اذاعي مصري في تاريخ الكره المصريه، بل في الشرق الاوسط، بل في افريقيا، سنه 1946 في راديو، وكان بيذيع المباريات يعني من كشك خشبي كده في اتحاد الجيش بالعباسيه، وفي الاستادات القديمه والملاعب القديمه. ده الحب للكوره والشغف بالظبط. قعد بفكرته، طيب انا النهارده عايز اجمع الانديه دي عشان اقدر اصرف على الاتحاد، عشان اقدر اجيب ايرادات، عشان اقدر يبقى في اعلانات، عشان يبقى في شغف واقدر انشرها، انشر اللعبه بين الجمهور. الكلام ده بنتكلم في الاربعينات، لان فعرض الفكره على حيدر باشا وزير اليوران ووزير الحربيه ورئيس نادي الزمالك. الراجل مشكور، رفع الامر للملك فاروق، واصدر الملك فاروق اصدر مرسوم ملكي بانشاء الدوري المصري في اول موسم ليه سنه 48 49، ونجحت فكره الراجل الشغوف اللي نشر الرياضه وجمع كل انديه مصر في دوري واحد، لان كان قبل الفكره دي كان دوري مناطق، القاهره، الجيزه، قناه، فكان كل منطقه بتلعب في الدوري بتاعها. لكن لا، احنا هنجيب بتوع القناه، وهنجيب بتوع الصعيد، وهنجيب بتوع الوجه البحري، والانديه بتاعت القاهره، وتتجمع كلها في بوتقه وبطوله واحده هي الدوري العام. ونجحت فكرته اللي انطلقت سنه في اول موسم ليها سنه 48 49. فدي الشغف، ودي الرعيل الاول اللي نشر الكوره، بجانب كمان وجوده في الاذاعه سنة 46 كما ذكرت، كأول إذاعي مصري وعربي في الشرق الأوسط أو في مصر، هو اللي نشر كمان وفهم الناس يعني إيه كورة. بمعنى كان زمان في الإذاعة يقولك مربعات الملعب، مربع واحد، مربع اتنين، ما أنت مش شايفة الماتش، فأنت بتتخيلي. فكان تقسيم المستطيل الأخضر وتقسيم الملعب كان عن طريق المربعات، فأنت لما تعرفي مربع اتنين هو في المكان الفلاني، أو الهجمة في المكان الفلاني، مربع أربعة الهجمة في المكان الفلاني، يعني أنت متخيلة المنظر. هو بيشرحهولك يعني. فشوف الناس الكورة وفهم الناس الكورة، ونشر للناس الكوره بين عموم الشعب في الوقت اللي كانت. تكلمني كمان بقى على الصوره دي كده بالمره. ده الدكتور محمود بدر الدين رحمه الله عليه، هو ده. ده في احدى مبارياته هو كان بيشرح هنا لل هو بيذيع ده، كان دايما بيروح استاد اتحاد الجيش اللي في العباسيه، هو دلوقتي مكان كليه الشرطه يعني. فنجحت فكرته واتعمل اول دوري، وعشان الزمالك يثبت ان هو كاتب التاريخ ورياده نادي الزمالك، الرياده دي ما حدش يقدر يتخطاها. انت تقدري ممكن تاخدي بطولة. انا هاجي لك عند رياده نادي الزمالك طبعا، ولكن عايز اسالك الاول، هل في حاجه اختلفت
في الدوري ساعتها عن دلوقتي، ولا كان نفس النظام هو ما اتغيرش لغايه طبعا النظام الجديد اللي احنا هندخل كان في متغيرات حصلت، يعني مره يعملوها في مره واحده مجموعه فريق نظام دوري 12 فريق او 14 فريق وات ايفر اللي موجودين، مره زي ما هنذكر مجموعتين يعني لا يعني قعدنا نجرب مده اتغير اتغير في اكتر من مجال، ولكن احنا بنتكلم في رياده نادي الزمالك اللي هنرجع لها تاني. زي ما الزمالك كان ليه الفضل ان هو واحد من ابنائه ينشر اللعبه وينشر فكره الدوري المصري ويبقى صاحب الفكره في الدوري المصري، الزمالك اول مباراه في تاريخ الدوري المصري لعبها في 22 اكتوبر سنه 48 في اول موسم ليه، خلاص بقى احنا الدوري بدا في اول موسم ليه بدا تحديدا 22 اكتوبر، يعني من كام يوم المفروض كان يبقى فيه احتفاليه باول مباراه في تاريخ الدوري المصري. تكلمني بقى عن اول مباراه دي بقى. جامعه بين الزمالك والمصري. وقتها كان محمود بدر الدين مشرف على فريق الكوره بنادي الزمالك، يعني بمعنى اصح كده كان لجنه الكوره، كان هو والكابتن محمد لطيف وكده. اللي كان بيدرب في الفتره دي لنظرا في ظروف ما الكابتن محمد حسن حلمي زموره الاسطوره. هو اللي درب الفريق في الوقت ده، وكان درب شبان كمان صغيرين وقتها ودفع بيهم في مباراه المصري. حتى الجمهور الزمالك وقتها او الجمهور الموجود استغرب فين الناس القديمه بتاعتنا، حنفي بسطان وزقلط وجلال قريطم، لقى شباب نازل وقدام المصري وقدام عطاوله المصري، والمصري كانت من الفرق الكبيره وقتها. انتهت المباراه 5-1. دي اول مباراه، اول مباراه في الدوري 5-1، اول 90 دقيقه 5-1 للزمالك، 5-1 للزمالك اول مباراه. التاريخ بقى تاني، ريادة التاريخ تاني. محمد أمين لاعب نادي الزمالك يحرز أول هدف، ده كده مسجل عبر التاريخ، أول هدف لتاريخ نادي الزمالك محمد أمين، وأول هاتريك في الماتش سعد رستم حط هاتريك لاعب نادي الزمالك. كسبنا 5-1، محمد أمين حط هدف، سعد رستم وعبد الكريم صقر المهاجم الفز كده 5 تجوان، والسيد الدوزوي لاعب المصري أحرز هدف المصري الوحيد. يمكن عايزين يعني نذكر تشكيلة نادي الزمالك، يعني اول تشكيله لعبت في اول مباراه في تاريخ الدوري وفي اول نسخه ليه. احنا قلنا اللي دربه كابتن محمد حسن حلمي زامور، عايزين نشوف الشكل كان زمان بيلعبوا ازاي. كان بيلعبوا 2-3-5 اصلا، 2-3-5 مش عشان فكره فكره زمان كانت الهجوم اكتر منها للدفاع، يعني اللي كان بيقف دفاع زمان يعني كانش عايز يقف، يعني كانش عايز يقف بيضحكوا عليه في دوحه الدفاع. ف 2-3-5 حراسة المرمى الاسطوره يحيى الحريه امام طبعا. ابن الكابتن حماده، ابو الكابتن حماده رحمه الله عليه وجد الكابتن حازم، بيلعب 2 باكات قدامه سرد باكات. عايزين نشوف تقسيمه الملعب في سرد باكات اللي قدامه، فكري وهدان وسعيد العربي الكباتن الكبار طبعا. الثلاثه بقى متوزعين ازاي؟ بيبقى هاف رايت وسنتر هاف وهاف ليفت. الهاف رايت محمود فضالي، والهاف ليفت عمر شندي، والسنتر هاف اللي هو بنقول عليه دلوقتي مركز 6 و8 كانوا بيلعبوا الاثنين مع بعض، لاعب اسمه احمد عبد العزيز. الخمسه اللي قدام توزيعتهم ما كانتش فلات، كانت دايموند كالاتي: وينج رايت انسايد رايت ووينج ليفت وانسايد ليفت. يعني واحد متطرف كطرف وواحد داخل لجوه انسايد رايت، والتاني الشمال نفس القصه وداخل واحد، والسنتر فيرود اللي في النص اللي هو 9 صريح اللي هو السترايكر السنتر فيرود بتاعنا. طيب الوينج رايت علي عثمان، وانسايد رايت محمد امين اللي احرز اول هدف زي ما قلنا، الوينج ليفت مصطفى نصر، وانسايد ليفت سعد رستم اللي احرز اول هاتريك كما ذكرنا، والسنتر فيرود عبد الكريم صقر. دي اول تشكيله في تاريخ الدوري المصري وفي اول مباراه للدوري المصري للزمالك، ونفوز بيها بنتيجه 5-1. يعني دي نتيجه كبيره، نفوز بيها 5-1 واول هدف واول هاتريك، وانت اول ماتش وانت اللي عامله الدوري، يعني دي احصائيات الحقيقه. وفي الاخر الزمالك بيعامل بالشكل ده، دي حاجه غريبه جدا. يعني احنا بادئين الدوري حاجه غريبه جدا، عايزين شويه كده اهتمام بينا شويه. اتمنى ده احنا كده هنذكره كمان لسه في كلامنا. طب ما تكلمني بقى عن القاب نادي الزمالك كده. احنا كنا لنا في 14 لقب، كان اول لقب، يعني احنا بدانا 48، حصل دروبات كتير في الزمالك فتره الخمسينات، قدر يحصل على اول لقب سنه 59-60، وبالمناسبه اللقب ده احنا سنتها خدنا جمعنا بين الدوري والكاس. 59-60 كان اول لقب لنادي الزمالك، كان هداف الفريق وقتها رأفت عطية برصيد 10 أهداف، وكان تاني واحد خليل أدري. يمكن أول موسم هنتكلم عليه في عجالة، لعبنا 18 مباراة، فزنا 12 وتعادلنا 4 وخسرنا 2، حققنا الدوري 38 هدف وعلينا 14 هدف بفارق نقطة واحدة عن الترسانة. يمكن فترة الستينات أنا عايز أقول يعني بمنتهى الصراحة، كانت فترة الستينات الديربي زمالك وترسانة،
كان معظم الدربيات ومعظم المنافسه، وهنقول ده بعد كده في البطولتين اللي الزمالك خدهم طبعا. ايضا في نص الستينات ترسانة كان فريق قوي جدا وفريق كبير جدا، كان هو الديربي، وكانت مواجهات الزمالك والترسانة مواجهات يعني كانوا تقريبا دول الفرقتين الاكبر في مصر، الاكبر موجوده في فتره الستينات بشكل قوي وبشكل كبير جدا 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 جدا. والترسانة جماهيره بنيت في الفتره بتاعت الستينات دي، ويمكن لحد دلوقتي في جماهير بس يعني مش باينه او مش موجوده، مش بنفس الحجم بس من الناس الايه القديمة. سبحان الله، اول لقب خدنا الدوري على الاهلي، يعني اول لقب حسمنا الدوري على ماتشنا مع الاهلي. تمام، ده يمكن احنا خدنا لقب 14 مره، عملناه 3 مرات ان احنا احتفلنا بالدوري في ماتش الاهلي، خلصنا الدوري يوم ماتش الاهلي، داخلين الماتش ده اول لقب، ده اول لقب 59 60 احنا داخلين ماتش الاهلي نكسب ناخد الدوري، مش منتظرين مباراه الترسانه واتحاد السويس. خلاص يعني لو كسبنا تمام، دخلنا الشوط الاولاني نبيل نصير بيمرر كره لخليل ادري 1-0، الشوط الثاني في اول 5 دقائق تسديده رائعه من خليل ادري 2-0، وصالح سليم جاب جون في الاخر، والماتش انتهى 2-1 للزمالك، وتوج باول لقب للدوري. يمكن هداف الفرقه زي ما انا قلنا رأفت عطيه 10 اهداف، وخليل مين ادري المدرب بقى أهداف. في البطوله دي انا لسه هنذكر المدرب ايفان ستيفوفيتش، المدرسه اليوغوسلافيه، كان المدرسه اليوغوسلافيه المدرسة اليوغوسلافية الكلاسيكية وقتها كانت من أعرق المدارس اللي كانت موجودة في فترة الخمسينات والستينات، لأن الكرة اليوغوسلافية كانت حتى في دورة في 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 كأس في دوري في كأس الأمم الأوروبية اللي بدأ سنة 60 في روما، لعبوا وصعدوا فاينل وصعدوا سيمي فاينل، كانوا متواجدين في أول 3 4 نسخ، فأنا كنا متقدمين جدا في ده. ده كان أول واحد إيفان ستيفوفيتش، وجي بعده يوغوسلافي أيضا اللي خدنا معاه بطولتين للدوري متتاليين 63 64 و64 65، جوزيف فاندلر. جوزيف فاندلر، فالمدرسة اليوغوسلافية أحرزت معانا أول 3 ألقاب في تاريخنا في الدوري. الثلاث ألقاب اللي هم على مدار 59 60 بعد كده رجعنا 63 64 64 65 أحرزنا لقبين متتاليين أمام برضو كان الغريم الترسانة، وهنقول في الموسم الأولاني 63 64 بس القيادة دي مرة دي مع مدرب يوغوسلافي اسمه جوزيف فاندلر. وبالمناسبة فاندلر بعد ما درب الزمالك درب المنتخب درب المنتخب في دورة طوكيو في 64، يمكن في 63 64 اتعدل بقى هنا يعني النظام شويه، اتعمل مجموعتين، الزمالك في مجموعه والاهلي والترسانه في مجموعه، الزمالك الاول المجموعه دي هيلعب اول المجموعه دي، الزمالك طلع اول مجموعته والترسانه طلع اول مجموعته، يمكن مجموعه الترسانه الاهلي طلع فيها الرابع. لعبنا الترسانه في مباراه فاصله ذهابا وعوده. المباراه الاولى حصل حاجه غريبه جدا ومفارقه غريبه جدا، ان لاعبين الزمالك الاساطير رأفت عطيه الكباتن الكبار طبعا رحمه الله عليهم، رأفت عطيه وعبد نصحي حصل لهم ظروف، رأفت عطيه ابنه مات قبل المباراه وعبد نصحي والدته ماتت، والاثنين اصروا يعني ظروف قاسيه جدا، والاثنين اصروا يلعبوا الماتش والاثنين اصروا يلعبوا الماتش، وبعد الماتش جمهور الزمالك ساب الفرقه كلها ولف بيهم المدرجات وفرح بيهم وهلل ليهم ولعبوا في ظاهره حب وعشق. واخد بالك ان الزمالك دايما كده رهيب عندنا رهيب ظروف صعبه، ادريالين احنا يعني عمرنا ما بنكون هادين كده، ما ينفعش البطوله تيجي كده وانت قاعده، لا لا مستحيل، لازم تلفي ده من زمان وحاجه تقع عليك جديد بقى. لا من زمان من زمان. المباراه اللي احنا لعبنا مع الترسانه مباراتين فاصلتين سريعا، المباراه الاولى كسبنا 4-2، احرز الاهداف حماده امام وفاروق السيد وسمير قطب وعلي محسن. المباراه الثانيه فيها حاجه جميله جدا حضرها محمد علي كلاي اصلا في الاستاد طبعا يعني، وكسبنا في الثانيه، المفروض بقى نتعادل احنا لو تعادلنا ناخد الدوري. كسبنا بعد ال4-2 الاورانيه في العوده كسبنا 3-1، وتفوقنا على نادي الترسانه الكبير بمصطفى رياض والشاذلي وادي عبد الفتاح بالجيل الرهيب ده، وفي كسبنا 3-1. الماتش الثاني كان في 5 يونيو 64، نبيل نصير وعبد نصحي وحماده امام رحمه الله عليهم، يا رب. وخدنا اللقب الثاني، يمكن افضل لاعب في الموسم ده كان سمير قطب، واحد من اللعيبه العظيمه جدا اللي ما خدتش حقها، وهداف الفريق كان عبد نصحي ب 13 هدف والكابتن حماده امام رحمه الله عليه ب 12 هدف طبعا. دول يمكن اول يعني 3 نسخ كده بالمدرسه اليوغوسلافيه. بعد كده جينا احنا 14 لقب بنتكلم، 11 مدرب اجنبي وثلاث مصريين، كبير جدا 11 مدرب اجنبي وثلاث مصريين في ال 14 لقب. ذكرنا ثلاثه، كان بقى كلمني عنهم كده وقول لي الفروقات ايه ما بين المدربين دي.
الثلاثة اللي احنا اتكلمنا عليهم، الثلاثة اليوغوسلاف تمام، يمكن في ثلاث مدربين ليهم نصيب الأسد ان هم خدوا اثنين دوري. احنا قلنا جوزيف فالدرا فاندلر اليوغوسلافي خد 63 64 64 65. المدرب اللي بعديه اوتو فيستر خد ديف ماكاي الاسكتلندي في بدايه التسعينات 91 92 و92 93. وطبعا جوزفالدو فيريرا خد الدوري مرتين بس مش متتاليتين زيهم، خدوا 14 15 وفي 21 و22. يمكن الثلاث مدربين دول هم ليهم نصيب الاسد ان هم يحرزوا لقبين. الباقي كله احرز لقب، هنذكرهم طبعا سريعا. الثلاث مصريين اللي احرزوا القاب موسم 77 78 الكابتن زكي عثمان رحمه الله عليه، الكابتن محمود ابو رجيله ربنا يديله الصحه يا رب، في موسم 83 84 وفي موسم 87 88 الكابتن عصام بهيج رحمه الله عليه. يمكن في 2001 احنا ذكرنا خلاص ديف ماكاي في التسعينات، 2000 2001 اوتو فيستر، 2002 2003 كابرال، 2003 2004 فينجادا، طبعا اوتوفيستر الماني وكابرال برازيلي وفينجادا البرتغالي. يمكن نصيب البرتغاليين معانا كويس، ثلاث بطولات يمكن زي اليوغوسلاف. و 21 20 21 كارتيرون الفرنسي وجوزفالدو فيريرا طبعا في 14 15 كما ذكرنا 21 22. اللي انا قريبين قوي جدا مني يعني، انا كنت هسالك كده والله يا استاذ، انت عارف انا طلعت على ديف ماكاي، إيه؟ انا طلعت على ديف ماكاي انا طلعت على ديف ماكاي، وديف ماكاي واحد من احسن 50 لاعب في تاريخ اسكتلندا، واحسن 50 لاعب في تاريخ مدرب في تاريخ اسكتلندا. ايفان ستيفوفيتش ده كان كبير جدا في بلده، وجوزيف فاندلر وكان بيدرب منتخب يوغوسلافيا. ديف ماكاي كبير جدا في بلده، فينجادا كبير جدا في بلده، جوزفالدو فيريرا. انا عايز اقول ان الزمالك ما بيجيبش مدربين قليلين، الزمالك بيجيب مدربين كبار. انا معانا كمان على الشاشه ديف ماكاي. الزمالك بيجيب مدربين كبار جدا. هو المدرب بيجي ليه خاطر لو جاي في مكان او في منطقه او في نادي مش معروف او مغمور او ملوش تاريخ، لا ده هو عارف تاريخ الزمالك عشان كده يقبل التعاقد مع نادي الزمالك. فالزمالك من اوائل المدرب، من اوائل الانديه اللي جابت مدربين ليها اسم وليها وزن وليها تاريخ، قبلوا ان هم يدربوا في المكان ده ويعملوا سي في ويعملوا تاريخ. يمكن ديف ماكاي يعني متشابه مع جوزفالدو فيريرا في حاجه، الاثنين انا شايفهم واحد اثنين من اعظم مدربين نجوم الزمالك، بل من اعظم مدربين اللي جم مصر. فكره الكوتش هو كوتش ومدرب، يعني يقدر يدير، يقدر يدير منظومه، يقدر يقرا ملعب، يقدر يقرا خطه الفريق يعني اللي قدامنا عنده اللي قدامنا ليدر، يقدر يغير شكل الجيم بناء على معطيات الفريق اللي قدامك، ومدرب ان هو ترينر يقدر يطور من اداء اللاعب الفلاني ويظهر اللاعب الفلاني. فالاثنين فيهم الحته دي، مش كل المدربين فيهم الاثنين دول. في مدرب ممكن يبقى عنده اداره كويسه لكن مش ترينر كويس، طبعا والعكس طبعا. يعني انا شايف ان جروس مثلا هو ترينر كويس جدا، في لعيبه ارتفعت معاه مستواها بشكل كويس جدا، لكن ادارته للمباراه ما كانتش صح، افضل ما كانتش احسن حاجه. فالاثنين دول طوروا في اللعيبه وفي المواهب الصغيره وطلعوا ناشئين، استعانه بكل لاعب في السكواد، ازاي اطلع من كل لاعب اقصى طاقته، افضل شيء عنده اقصى طاقته. يمكن ديف ماكاي كان في اوضه اللبس في الفتره دي، جمال عبد الحميد واللعيبه وكانوا عاملين لعبه بالراس، اللعبه دي طورها وخلاها تبقى في حصه تدريبيه، وبسببها احنا جبنا اكتر من 60% من اجوان الموسم ده بالهيد. ما هي دي الشخصيه اللي احنا بنتكلم عليها، شخصيه بالزبط. عنده فكر، عنده استراتيجي ماشي عليها، ليدر زي برافو. ما انت قلت الاثنين دول تحديدا اللي يتبني عليهم مشروع. يعني الاثنين دول لو كان الزمالك كده جابهم وقعدهم بعقد مدى الحياه اللي كان وقتها موجودين، الله ربنا اللي كان وقتها موجودين قعدهم، ده تبني عليه مشروع لاجيال واجيال. لاجيال واجيال كاشراف على الفريق الاول كهيد كوتش ومدير فني، بجانب ان هو يبص على قطاع الناشئين، لان هم في فترتهم طوروا لعيبه، طلعوا ناشئين، قدروا يستفادوا بكل لاعب في السكواد، بيبصوا على مصلحه النادي. بالظبط، اهم شيء. هكون بس ثانيه واحده عنصري شويه مع جوزفالدو فيريرا، ان هو اعظم من ديف ماكاي، لان هو جه على جيل اقل كواليتي من ديف ماكاي. ان ديف ماكاي كان معاه كواليتي في التسعينات رهيب، صحيح ده حقيقه طبعا، ملوش حل طبعا. اشرف قاسم وهشام يكن وجمال عبد الحميد وخالد الغندور واسماعيل يوسف، يعني نجوم كبار كلهم، وتامر عبد الحميد البكراء. لا كان موضوع فاهمه، لكن
جوزفالدو فيريرا ودي في وقت برضو ما كانش في استقرار كبير لنادي الزمالك ده في الفتره الثانيه. ده في الفتره الثانيه اللي هو الدوري اللي خدناه 21 22 الدوري المعجزه بالظبط معجزه واخدين الدوري بثلاث لعيبه تمام حسام عبد المجيد يعني... وغير طور كمان من طريقه اللعب انت احنا كنا قبل ما يجي بنتكلم في ال 4 2 3 1 خلاها 3 4 3 وغير طريقه لعب حمزه المسلوسي وغير الكارير بتاعه صحيح. من باك رايت لسيرد باك صحيح. مع الونش سنتر باك وجنبه حسام عبد المجيد اللي لعب واحد من اعظم مواسمه على الاطلاق صحيح. تمام صحيح. وزقينا بماتش الاهلي 2-2 والناس كانت راحة قلقانه في استاد السلام ورجعنا في الماتش واحنا اللي كسبنا وسبع ماتشات دايركت بناخد ال 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 الدوري كله وجاي في فتره الزمالك رابع افريقيا وحضر الماتش بتاع الوداد اللي احنا خسرنا فيه في الملعب محدش كان ممكن يتخيل ان صحيح. الزمالك صحيح. يطلع احنا نقول بس يا رب يعني ندخل تاني عشان افريقيا او عشان نشارك لا خد الدوري في مفاجاه كبيره فانا في وجهه نظري واحد من اعظم المدربين على الاطلاق طبعا لا والحقيقه ليه كل التحيه والتقدير هو كمان يعني على المستوى الشخصي هو محترم جدا وقدم كثير لنادي الزمالك الحقيقه ولكن عايزه بقى اسالك على حرب اكتوبر واسالك بقى على الفتره دي واحنا اتكلمنا عن المدربين بشكل عام خليني كده اسالك بقى على المواسم الاستثنائيه اللي احنا عدينا بيها نادي في نادي الزمالك مع طبعا حرب اكتوبر. طب في الدوري مثلا الكابتن عصام بهيج جه برضو بعد فتره ازمات انت لسه بتقولي ازمات اتغلبنا من كوتوكو في بطوله افريقيا وطلعنا سنه 87 تم إقالة باركر الجهاز الفني والكابتن أحمد مصطفى ربنا يرحمه جه جهاز جديد فاروق جعفر كمدرب مساعد والكابتن عصام بهيج الكوتش وجمهور الزمالك خرج في أول ماتش للقناة في أول ماتش وبدأنا عهد جديد بفاروق وعصام بهيج غنى قال كده اتعادلنا مع الترسانة في مباراة كانت فاصلة جدا في الدور الثاني والكابتن طارق يحيى ضيع بيلين في الدقيقة 90 كل الصحف وفي كلام اتقال على لسان الكابتن عصام بهيج رحمه الله عليه قال لهم بيقولوا له خلاص الدوري ضاع قال لهم ناقص 11 ماتش ب 33 بونت الدوري ضاع في حاله واحده لو انا هاخد ماتش الاهلي وفرق 4 بونت قول لي الدوري ضاع صحيح من ساعه ما قال التصريح ده الزمالك جاب 33 بونت 11 ماتش متتالي مع الكابتن عصام بهيج 11 ماتش وحسمنا برضو الدوري مع الاهلي في مباراه المعجزه بعد ما الاهلي كان متقدم شمس حامد 1-0 اتعادلنا احمد الشاذلي ونبيل محمود وحسمنا الدوري على استاد القاهره زي ما حسمناه زي ما قلت لك في اول لقب لينا ويمكن ثالث مره حصلت في 2003 2004 صحيح. بعبد الحليم مبشير فده واحد برضو من المواسم اللي ما تتنسيش اللي التي لا تنسى طبعاً. مع طبعا الموسم الخرافي المعجزه موسم انبي ومباراه انبي مع كابرال المدرب البرازيلي اللي كنا الحمد لله ان البطوله راحت للمكان اللي يستحقه يمكن اتكلم سريعا على مدرب برضو اوتوفيستر لعب مع الزمالك كره شامله كره هجوميه في موسمين يمكن هو اخر لعيب اخر مدرب قعد سنتين اخر مدرب في نادي الزمالك قعد موسمين الكلام ده في 2001 2002 2002 2003 يمكن اللي قبليه ديف ماكاي كل الفتره دي يعني بنتكلم في 10 سنين و15 سنه وداخلين اهو في اكتر من 15 سنه مفيش مدرب قعد موسمين اوتوفيستر قعد موسمين جه في الدور الثاني 99 2000 قبل ماتش الاهلي بثلاث اربع ايام وكسبنا 2-1 بشير وكوليبالي ودرب 2000 2001 و2001 2002 كان بيلعب ب 3 5 2 الكره الهجوميه الشامله التدوير من الاجناب للعمق واللعب على الكروسات يمكن هو اعاد بريق خالد الغندور مره اخرى وكان بيلعبه هاف رايت ومع والناحيه الثانيه طارق السيد وطارق السعيد كان بيتلعب في الاوفر في الماتش الواحد بال 15 18 كروس يمكن في 2001 2002 احنا خدنا الدوري في 2001 2001 2002 ما خدناش الدوري بس خدنا الكاس بس الزمالك طالع احسن هجوم ب 58 هدف دي الاحصائيات ب 58 هدف والدوري اللي احنا خدناه 53 هدف معدل التهديف بتاع نادي الزمالك في الموسمين دول افضل من معدل الدفاع يعني افضل من الشكل الدفاعي للزمالك وكمان اللي يثبت الارقام ان هداف الدوري في 2000 2001 طارق السعيد من الزمالك وحسام حسن كان في الزمالك
فهدافين الدوري احنا واخدينهم من الزمالك في الموسمين، واحد خدنا فيه الدوري وواحد لا، فالكره الهجوميه الشامله بتاعه توتوفيستر كانت كره رهيبه، الهجمه كانت بتطلع بسبع ثمان لعيبه. طبعا. طب يعني اخيرا كده ارجعك للحرب تاني واسالك على دور نادي الزمالك في وقت الحرب، احنا عارفين ان في ابطال يعني ابطال استشهدوا وابطال كانوا موجودين وكملوا، عايزه اعرف دور الزمالك في الوقت ده بالظبط. مع الاعتذار للكابتن حسين لبيب، الزمالك هو مش اكبر قلعه رياضيه في مصر، الزمالك اكبر قلعه رياضيه وعسكريه وسياسيه واقتصاديه واجتماعيه. الزمالك هو حدوته. طبعا. حدوته، ضحى من اجل مصر ولعب من اجل مصر. الزمالك بعد 67 كان مجند ولاده للمجهود الحربي. الزمالك لف السعوديه والاردن والكويت والسودان، لعب قدام النميري والقذافي والملك حسين، كل دول اتفرجوا على لعيبه الزمالك. كل الرحلات اللي الزمالك عملها دي اكتر نادي في مصر طاف وجال بره حدود مصر من اجل المجهود الحربي، كل الايرادات الماتشات دي راحت للقوات المسلحه عشان تبني الجيش ويبقى في مرحله العبور. هو ده نادي الزمالك، هم دول ابناء نادي الزمالك، هم دول ابناء نادي الزمالك طول عمره عظيم الحقيقه يا استاذ اسلام. ده كمان ده يعني ده مش كده وبس، لا ده هو كمان ضحى بولاده. يعني انت لعبت كوره؟ لا، ده ولاده ماتوا في حرب اكتوبر كمان. لعبت الباسكت جيل الستينات، الكباتن الكبار الشهداء العظماء، كابتن مبارك عبد المتجلي لاعب نادي الزمالك في جيل الستينات فجر نفسه في دبابه يوم 6 اكتوبر، وسمير وخد وسام الطبقه الاولى، دي صورته رحمه الله عليه، وخد وسام الطبقه الاولى للسادات، وسام الطبقه الاولى ده مش اي حد طبعا بينوله. وفي لاعب اخر اسمه سمير عبد الله، ده مهندس لاعب برضه نادي الزمالك باسكت كره سله في الستينات، وده مهندس من المهندسين اللي انشاوا واصحاب فكره كوبري، اصحاب فكره انشاء فكره الكباري اللي عدت عليها الدبابات من الضفه الغربيه للضفه الشرقيه. كلهم مشرفونا، ويعني اكيد بندعي بالصبر لاهلهم، وان شاء الله يعني تكون دي اخر الاحزان عندهم كده. الحقيقه انت حلقتك دايما مميزه ودايما كلامك مفيد سلامين. وبستمتع جدا بالحديث معاك، ولكن الوقت جري ما لحقناش نكمل كلامنا، لكن اكيد في يعني لقاءات اخرى في الفتره القادمه ان شاء الله يا استاذ. اتشرفت جدا بيك. انا اتشرفت اكتر بحضرتك وبشكرك. شكرا جزيلا مره اخرى. الله يخليك. يعني بكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، كان معايا الناقد والمؤرخ الرياضي المميز استاذ اسلام جمال. اكيد فقره كانت مهمه وكلام كله مهم جدا، واكيد في لقاءات اخرى في الفتره القادمه ان شاء الله. استنوني في حلقه جديده من نهارك قبل.